دي السكة اللي هنكمل بيها عشان يرجع اسمنا يرن في السوق. انت اللي بتقولي كده يا اما؟ السوق ما بيرحمش يا ابني، وانت غيبتك طالت، وخالك مش زيك، خالك ما يقدرش على الحيتان اللي حوالينا. ومن الاخر بقى، ما احناش حمل خساره تانيه، القرشين اللي لميناهم يدوبك على مصلحه الصعيد. ولا انت استحليت النومه للمغربيه ورميتنا هنا وبرطعه النوح في عزنا؟ العمروتي عايزني ابقى ضله في السوق. شفت بقى، معاه هتبقى كبير السوق. ياما ده عايزنا نشتغل في اللي ملناش فيه، احنا بتوع مزاج الخير. طاطي للريح شوية يا خميس، لغاية ما نغطي ظهرنا ونلم اللي اتبعتر مننا. غير لك حجر ياما؟ أنا استكفيت يا ابني. ربنا يديك الصحة. ال احور شوق. لقيت نفسي عرقانه، دخان الشيشه خنقني قوي، قلت اطلع اتهوى. بسم الله الرحمن الرحيم. هو في حد سالك الخال فين؟ بعد ما هد حيلي طول الليل، ضحك ورقص ودلع، بديله ايديا كده، جه في حضني وقام هوب نام. تيجي تبص؟ ابص على ايه؟ على الخال. ربنا يديله الصحه، الخال اسد. حلوه السلسله دي؟ بتهيالك انها حلوه؟ لا، انها سلسله. والنبي لو تعرف ايه اللي فيه هصعب عليك. هات ايدك كده وجس. واو ليه؟ جسمي نار، تعبانه، وعظمي بيوجعني من الركنه. عايزه نصيحتي؟ يا ريت. تخشي وتركيني جوه في حضن الخال يا مرات الخال، وبلاش الواقفة هنا كده، احسن الهوا يلطشك. يلا يلا يا حلوة، يلا اقفلي. يتوب علينا ربنا. مالك متكومة كده ليه؟ مصيبة لا تكوني عرقانة انت الأخرى. ليه؟ عملت ايه انا عشان تزعلي؟ ما انا مش متعود لسه على حوار التليفونات ده، وبعدين هكلمك ازاي يعني؟ انت مش واخدة بالك؟ صوريني صوريني يلا. مش فاهم يعني ايه تليفوني؟ افتح ايه؟ تفتح الكاميرا؟ اهو عشان اشوفني انا؟ انت كده شايفيني؟ ياه، ده ايه المصيبه السودا دي؟ يا بنت ليه؟ خلاص هبقى اكلمك. ماشي، قصدي هشاور لك. ماشي يا قرد، تعالي. في رجاله كتير هتتسلم في الحركه دي. يا نهار ازرق يا معلم. انا ما انت عارفني، انا طول عمري كلمتي واحده، العشاء عندي يوم الخميس زي ما وعدتك. لا لا، واطمن اطمن، هعمل لك اكله خفيفه عشان ما تحماش على صدرك. ماشي، استنيك انت والرجاله. السلامة يا معلمة. على النعمة من نعمة رب، انت اللي معلمة يا معلمة. قدرت تضربك السوق في ثانية الا ربع. انت عارفني يا براء، انا ماليش في البيت، انا طول عمري احب الحاجة الطازة قبل ما تحمض وتفوح ريحتها وتلم عليها الدبان. ربنا يجعل كلامنا خفيف على الدبان. براء، انا مش عاوز جنس مخلوق يحس بالمصلحة دي خالص. ورحمة الغريب، لو عيلة أبو سنة دخلت في الحوار ده لكن ما أرقشهم بسناني دول.
خليهم غرقانين في البن اللي راح زمن، يبقوا يقابلوني. مش هيدوم، مش هيدوم. خميس اكيد هينقل على ملعبنا، وضاوية وابو سنة هيلعبوا في منفوخه جامد. اه بس الخوف بقى لا تكون دي رغبة الباشا كمان. يا دي الباشا، يا دي البعبع، ما طالما فيها باشا هتقول لي هدنة ونطاطي ونستنى زي كل مرة يا حاج. خسارة يا براء، يا ألف مليون خسارة. كان نفسي ومنى عيني يا براء تتعلم من الجمال اللي انت بتربي في وسطيهم. ياد خزن واصبر، خزن واصبر، عشان يوم ما تقلب تلاقي الزاد اللي يكفيك وتضرب ضربة معلم. عم محمد، وازاي مراتك وولادك؟ تسلمي يا ست هانم، ربنا ما يحرمناش منك يا رب. استمري بقى في حوار الدعاء ده، يمكن دعاء منهم يظبط معاك. ربنا يسعدك يا رب ويحفظك من كل شر. طلع لي الشنط على فوق. عينيا. حاضر. اهلا اهلا، اخيرا بنتي حبيبتي رجعت لي. وحشتني قوي يا ابوي، خلاص هتزهق مني. هزهق منك ايه؟ الله، يا بنت الحلاوه دي، انت طالعه على ابوكي ولا ايه؟ ها طمنيني. تمام يا كوتش، خلاص خدت الشهاده ولازقالك. يعني بقيتي 100 100 في الكيمياء؟ يعني اسيبك انا عشان ورايا 1000000000 حاجه. يا بنتي اقعدي خدي نفسك في السفر. نفسي ايه يا عمروتي؟ انا عايز ارمي نفسي في البول واطلع انام لي شويه واروح اقابل صحابي، وحشني موت. طب اعملي حسابك هنتغدى سوا. لا انا اكلت في الطياره، ما تعطلنيش بقى. يا بنت المروسه. ايه شو يعني؟ كان لازم ابعت لك 100 رسالة عشان اشوفك يا روح الروح. طلعت روحك من لوحك يا بعيد. احنا مش كنا خلصنا من الموضوع ده؟ انت يا راجل نسيت ان انا ست متجوزة؟ اهدى، ايه اللون اللي مش لايق ده؟ وانت فجأة كده افتكرتي انك متجوزة؟ امال اللي كان بينا ايه؟ ليه المدهون بزبدة؟ كنت ضالة وعرفت طريقي. طب ليك فيه؟ حاشا لله، وعلى رأي فندينا يتوب علينا ربنا. بص، تذاكر الود تتقطع، والسكة اللي بالك فيها خلاص انسدت، جبرنا والحمد لله. شفتي؟ اديكي فهمتيني غلط. اوعى. انا كان قصدي توصيه لافندينا يقف معايا مش ضدي، ويمكن في يوم من الايام انا وانتي نتوب سوا والميه تعود لمجاريها. اسكت. ايه؟ مش المجاري طفحت في الحته وغرقت الدنيا؟ الحق بقى، لم رجليك حلو وشمر هدومك كويس بدل ما تتلط لطه ما يجيلهاش دوا. ولا انا اقل باصلي واطلع لك من الدفاتر القديمه اللي تنطرك من المجلس قبل ما تعتبه؟ فهمت؟ اوعى. تعمليها يا شو؟ انت خدها على فين يا خزان؟ انا بقى بوديك اكتر مكان حلو فيكي في مصر. اه ده مكان النخبه، مش هي رجله دخلها هنا، خد بالك. نخبة ايه يا خميس؟ ده دي حتة لبش، ده ممكن الحكومة تكبس علينا في أي لحظة. حكومة تكبس علينا احنا؟ خليها تكبس يا ابني، ده احنا اللي بنكبس. كمل لي بقى حوار شو. شو دي كانت سمعتها هباب طين، وبقدرة قادر كلت دماغ المعلم وهوسته الدلحة. بس جوازته منها كانت بأمر المعلمة ضاوية. وانا لما سألت الحاجة ضاوية قالت لي انها كانت جوازة مصلحة وقضيت، انما الخال شبط فيها.
ضربه قطمت وسط النوح. السلام عليكم يا رجاله، زي ما انتم زي ما انتم على اقعد رجع. ضربه قطمت وسط النوح. كانت رد على لعبه البيت لما خد غصب وبتراب الفلوس. طب ايه علاقه النوح بشوق؟ ما هي شوق كانت اصلا بتاعه النوح، كان داير وراها في الافراح. هي كانت صحيح رقاصه درجه ثالثه غازيه يعني، بس كانت بميت رقاصه. وفي يوم كان في فرح كبير في الحته يخص واحد من حبايب الكل. بجاش كان في توت الفرح وحامل فرقه، وجه المعلم النوح وقام بالواجب على الاخر عشان كانت شوق هي اللي بترقص. وباشاره من معلمه ضاويه قام الخال وقام بالواجب هو كمان. شوق بقت بين الاثنين مستنيه لرش اكتر، ومن يومها بقت زي النداهه اللي جذبته. والمعلمه ضاويه ما عرفتش تفك الشفره. أسبابة دلع السلامة يا فندينا. نورت مكانك. أعرفك على أحلى الطيور. أسبابة يا فندينا. أوف وش هنا أهو، هنا أهو الذبابة الملعونة وقفت فين على الزجاجة. لا 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 فنششتوها. إزاي؟ فنششتوها. أيوه وطارت. ايوه تمتم وطارت. بقول لك مكان النخبه. نورت مكانك يا فندين. نورت مكانك. نورت مكانك يا فندين. دلع السلام. السلام عليكم. ذكر زي ما انت يا رجاله، زي ما انت زي ما انت. والله ليك وحش يا زوز. اؤمر يا فندينا. هات ايدك وخدها. حاضر. يا ذبابه. ايوه يا فندين. خد يا بس على الرجاله ورصدنا حجرين. انت لسه زي ما انت يا متوفي. بس على الرجاله ورصدنا حجرين. بخيركم يا رجاله. سهره عنب ومزاج عالي. اقعد يا بدرات. انت عارف الحته اللي طلعتها دي فيها قد ايه؟ ده احنا ما صدقنا طلعناك. صدقني ايه؟ وانت فاكر ده حشيش؟ امال ايه؟ ده عجوه. سالفين يا فندم. مساء العجوه. شكرا يا ذبابة. بس البنت شودي طلعت حكاية. طلعت بنت مطفلحة. مطفلحة؟ مطفلحة. مطفلحة يعني معقدة. يعني حاجة كده يعني. أديك سمعت الحدوتة كلها. خليك بقى معايا في الحدوتة بتاعتنا. أعمل إيه في البلوى اللي جابتها لي البت إياها؟ سعاد. أنا في مشكلة بجد يا خميس. مش عارف اعمل ايه. قال ايه هبقى اب لعيل في الحرام؟ ده انا ما ينفعش ابقى اب في الحلال. طب وانت عيبك ايه انك تبقى اب في الحلال؟ بقى مرت ايه؟ سيب لي الموضوع ده ما تشغلش بالك بيه. هتعمل ايه؟ مالكش فيه بقى، هو اكله بحلاه. انا بس اللي مستغرب له ازاي امي امنت لواحده زي دي في بيتها؟ من امتى ضاويه بتربي حيه في حجرها؟ انت شاغل نفسك بيها ليه؟ خميس اوعى تكون انت مجنون يا ابني ولا ايه؟ دي مرات الخال. وكمان ما اقدرش اخون رمانه. نعم. امال البنات ام ساميه دول ايه؟ لا 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 ده لون وده لون. دول حاجات كده للقعده والسهره نضيفه. تخلص تروح نضيف نضيف. تخلص وتروح ايه؟ نضيف نضيف. حاجه كده يعني ايه؟ مكملات غذائية. نعم. اللي هو عصير ملكات النحل. حسبي الله ونعم الوكيل. قوم يلا. قوم اقف ورا. وشك في الحيط وارفع ايدك فوق. وشك في الحيط وارفع ايدك. ايدك فوق كده. ايوه. يلا 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 يا جنبه يا جنبه. ارفع ايدك فوق. يلا وشك للحيط. يلا ارفع ايدك فوق. يلا